مشاهدينا الكرام السلام عليكم. إذا هذا العرض المسائي سودان هذا المساء نبدأ بالعناوين. مؤسسة الشركاء الدوليين للحكومة البريطانية تعلن دعمها للسودان في مجال التشريعات وحقوق الإنسان. لجان المقاومة بجنوب الحزام تدعو الحكومة والحركات المسلحة لتسريع إنجاز السلام الشامل. وكيل وزارة الطاقة والتعدين يكشف اتجاه السودان للطاقة النووية لتوليد الكهرباء. أهلا بكم إلى التفاصيل. أعلنت مؤسسة الشركاء الدوليين للحكومة البريطانية دعمها للسودان في مجال التشريعات ومكافحة الإتجار بالبشر. وعقدت مؤسسة الشركاء الدوليين للحكومة اجتماعا مع اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر، وناقش الاجتماع التعاون بين الجانبين خاصة في مجال بناء القدرات. وأبدى فريق الخبراء استعدادهم للتعاون مع اللجنة الوطنية في مجال التدريب وبناء وتنمية القدرات. كما التقى الوفد بمقرر المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان رئيس إدارة حقوق الإنسان اليوم بوزارة العدل أسامة حميدة. واستعرض مقرر المجلس الاستشاري خلال اللقاء التطورات الإيجابية في مجال حقوق الإنسان والحقوق والحريات الواردة في الوثيقة الدستورية الخاصة بحقوق الإنسان. أكدت عضو المجلس السيادي عائشة موسى حرص الدولة بتعليم البنات وتنمية وتطوير الطفولة المبكرة. واستمعت لدى لقائها الخبيرة الأكاديمية أسماء حامد إلى تنوير حول أهمية استئناف مشروع تعليم البنات وتنمية وتطوير الطفولة المبكرة في السودان. وأضافت أسماء أن هنالك مجهودات كبيرة من أبناء السودان بالخارج لدعم وتمويل مشروع تعليم البنات الذي ترعاه منظمة اليونسكو، هذا بجانب مشروع تنمية وتطوير الطفولة المبكرة ليكون السودان مركز إقليمي لتدريب معلمي رياضة الأطفال في إفريقيا. قابلت الأستاذة عائشة موسى وشرحت لها كل المشاريع اللي بدت في وزارة التربية والتعليم، إدارة تعليم البنات وتمويل هذا المشروع الضخم من منظمة اليونسيف، ولماذا توقف هذا المشروع، وتمويل مشروع تنمية الطفولة المبكرة من مكتب اليونسكو القاهرة، ولماذا توقف هذا المشروع. نعمل في إنه هذين المشروعين يعني يروا النور في هذه الحكومة، نسبة لأنه مستوى التعليم كما يعلم الشعب السوداني متدني في تعليم البنات وفي رياضة الأطفال. أصدر مسجل عام تنظيمات أصحاب مهن الإنتاج الزراعي والحيواني بحصر ممتلكات الاتحادات الملغاة بموجب قانون تنظيمات أصحاب مهن الإنتاج الزراعي والحيواني. ووجه القرار بحصر الأصول الثابتة والمنقولة وحفظها لحين تسليمها للتنظيمات. كشف تحالف منظمات العمل الطوعي تماسك عزمهم الطعن في قرار مسجل عام التنظيمات السودانية والذي قضى بإلغاء عشرات المنظمات الطوعية. ووصف عضو التحالف طارق عبد الفتاح القرار بالمجحف في حق فئات ضعيفة كانت مستهدفة بخدمات هذه المنظمات من بينها آلاف التلاميذ والمعلمين. وأضاف خلال مخاطبته المؤتمر الصحفي الذي تم فيه الإعلان عن التحالف أنهم لن يقفوا مكتوفي الأيدي تجاه حقوق هذه الشرائح الضعيفة، وذلك باللجوء للمؤسسات القانونية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، داعيا لتحكيم شعار الثورة في التعاطي مع مقدمي العمل الإنساني في المنظمات الوطنية. تم فيه إعلان قيام تحالف منظمات العمل الطوعي والإنساني تماسك، وذلك على خلفية القرار الصادر من مسجل المنظمات الطوعية والخيرية والإنسانية بإلغاء تسجيل حوالي 58 منظمة. الإلغاء بدأ يوم الخميس ولغاية قبل ساعات القائمة وصلت 58 منظمة وطنية سودانية، وبعضها لديه يعني اتفاقيات مقر مع حكومة السودان وبعضها اتفاقيات قطرية، وهي تقدم خدمات مختلفة في المجال الاجتماعي، اليتامى، الأرامل، المساكين، الضعفاء، في المجال الصحي، مراكز صحية، مرضى كلى، سرطان، في المجال التعليمي عندها مراكز تعليمية وعندها مدارس،
أساس وثانوية وروضة إلى بعثت لجان ومقاومة جنوب الحزام برسالتين للحكومة وحاملي سلاح، دعت الحكومة لمزيد من الجهد لتسريع إنجاز السلام الشامل الذي يضع حدا لمعاناة المواطنين خاصة في المناطق التي شهدت صراعا مسلحا في السنوات الماضية. كما دعت حاملي السلاح للعمل من أجل قضايا النازحين واللاجئين الذين تضرروا من ويلات الحرب بعيدا عن قسمة الثروة والسلطة. وأكد عضو اللجنة محمد أحمد عبد الصمد علي على ضرورة الأمن أولا لبناء السودان المستقر قادر على استثمار طاقته المادية والبشرية. جاء ذلك خلال الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها اللجنة أمام وزارة العدل بضرورة تقديم قيادات بعينها لمحاكمات عادلة تعزيزا للسلام الاجتماعي بدارفور. رسالتنا الحكومة لازم أول شيء الشعارات البراقة دي خلوها يشوفوا الشغل بتاع السلام البجد الحقيقي، انه يمشي للمواطن يتحسسوا المشاكل حقته شنو وتوصل له كويس. ورسالتنا للحركات المسلحة هم خرجوا من اجل الشعب او من اجل الانسان بتاع منطقته، فانت لازم تطالب بحاجات تطالب من اجل انسان منطقتك، ما خرجت انت عشان ثروة وسلطة. يعني من الحقبة بتاعت البشير الكلام بتاع السلام كلام براق، بيجيبوا فلان وفلان وقسموا لهم السلطه وانتهى الفيلم على كده. الانسان البجد الناس بركت عشانه ما بينظروا له، المفروض ينظروا للحته دي. كشف وكيل وزاره الطاقه والتعدين حامد سليمان سعي السودان الى الاستفاده من مشروع توليد الكهرباء من الطاقه النوويه. جاء ذلك خلال مخاطبته اللقاء الذي جمع مدير عام شركه السودان القابضه للكهرباء مصطفى صالح وسالم هيلي مسؤول مشاريع السودان للتعاون الفني مع الوكاله الدوليه للطاقه الذريه. وناقش اللقاء مشروع التعاون الفني للبرنامج النووي السوداني مع الوكاله الدوليه للطاقه الذريه، والذي يهدف إلى تطوير البنية التحتية للبرنامج النووي وتنمية وتأهيل الكوادر الفنية في المجال النووي. وأكد دكتور حامد سليمان حوجة السودان الفعلية لتوليد الكهرباء من الطاقة النووية لمقابلة الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية. من جانبه أمن مسؤول الوكالة على دعمه للسودان من خلال إدارته للمشاريع الفنية المختلفة. برنامج طالب القطر ده برنامج بيحدد طبيعة التعاون بين الوكالة والسودان لمدة 6 سنة اعتبارا من 2021 ل 2027. بيحدد فيه الأولويات اللي على ضوء في 6 سنة من 2021 الوكالة حتقدم الدعوة التقني، الدعم التقني للسودان من ناحية أجهزة وتدريب وخبرة، وبعدها بنبدأ صياغة البرنامج الطاقة القطري على المستوى الوطني مع استاذ من الخبراء الوطنيين، بعدها بكون في تواصل مع الخبير لحد ما نخلص من صياغة البرنامج الطاقة القطري، ويتم توقيعه بين السيدة وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي ومدير الطاقة الذرية للبرنامج التعاون الفني. قال مدير الإدارة العامة للخدمات الطبية بقوات الشرطة عبد الرحمن خالد إن مستشفى الشرطة ظل يقدم خدمته وفق مواصفات طبية متميزة لكافة شرائح المجتمع. وأشار في تصريح للشروق إلى أن المستشفى يوفر كافة التخصصات الطبية للعسكريين والمدنيين. وأوضح خلال تفقده أعمال النظافة وإصحاح البيئة بالمستشفى أن الإدارة العامة للخدمات الطبية تسعى لتطوير وتجويد خدماتها الصحية والعلاجية بالمستشفيات. مستشفى الشرطة يعني بشهادة الآخرين أنه من المستشفيات المتميزة التي تقدم خدمة متميزة في جميع المجالات، وما دارين نحصر مجال معين، لكن يعني بشهادة الآخرين أنه إدارة الخدمات الطبية متمثلة في مستشفياتها في العاصمة وفي الولايات أنها هي تقدم خدمات متميزة بجميع أوجهها وبجميع تخصصاتها، ومن جراحة مخ أعصاب، جراحة عظام، جراحة أطفال ونساء وتوليد وباطنية ومناظير وكل التخصصات بدون يعني نقول والله، فهي ودي بشهادة الناس الآخرين يعني ما بشهادتنا نحن. وجه والي الخرطوم أحمد عبدون حماد إدارة صندوق الإسكان والتعمير بمنح الأولوية في الإسكان الشعبي للمواطنين المستحقين والذين أكملوا إجراءاتهم من قبل والسماح لهم بدفع الرسوم المقررة وفق الضوابط المالية والإجراءات الإدارية المتبعة بصندوق الإسكان.
واصلت الندوة الثالثة للصحفيات العربيات بوكالة الأنباء العربية جلسات أعمالها لليوم الثاني بالرياض. وأكدت ممثلة وكالة السودان للأنباء محاسن الحسين بنيامين الحاجة لصياغة قوانين تحمي الخصوصية وتكافح الجرائم الإلكترونية. وفي ورقة بعنوان صورة المرأة العربية في وسائل التواصل الاجتماعي، أشارت محاسن إلى أهمية وضع الاستراتيجيات لتطوير المواقع الإلكترونية الخاصة بالدفاع عن المرأة وحقوقها في المنصات الاجتماعية، ودعت إلى المحافظة على المنظومة المعلوماتية وتوظيفها بصورة إيجابية. كما أكدت أهمية خلق أجسام تدير المواقع المتخصصة وفق القانون لتكون معروفة للجميع للرجوع إليها مثل جمعيات الدفاع عن حقوق المرأة العربية.